اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. رمضان كريم علينا ان شاء الله، وما زالت العزايم مستمره. يوم الجمعه ده موثق، يا بنعزم يا بنتعزم، او الخميس ده معروف. النهارده عايز اعمل عزومه النهارده تلم العيله واصحاب العيله بتكلفه قليله، ودي الشطاره انك انت تعملي عزومه مش لازم تصرفي كتير. وموضوع ان انا لما اروح على سوبر ماركت اشتري مشتريات كتيره معناته ان انا كريمه وان انا هعمل عزومه، بالعكس الشطاره في انك تعملي باقل تكلفه عزومه جامده جدا وتكون متنوعه ترضي الصغير قبل الكبير. معانا فرخه النهارده جميله زي الفل، وزنها تقريبا كيلو و100 جرام، هنعملها تورلي مع الخضار، تشكيله من خضار كوسه بطاطس بسلة جزر اللي موجود عندك في الدرج مع فلفله ملونه والبصل والثوم. معانا صينيه كنافه نابلسيه النهارده، الجبنه دي جبنه عكاوي او جبنه نابلسيه، ازاي تعمليها؟ ما لقيتيش الجبنه دي ولا الجبنه دي، تعملي جبنه موزاريلا، وازاي تحليها وتاخد طعم الشربات، هي دي الخبره الطهويه. هنعمل كنافه النهارده صينيه لطيفه وجميله احسن من اللي بتاكليها بره. معانا النهارده للاطفال الحلوين المعزومين مع الاسره، هنعمل لهم طبق مكرونه طليانو اللي هي المكرونه مع صوص بولونيز من المطبخ الطلياني، دي مشهوره جدا. البولونيز ده بياخد جبنه بارميجان او ما بياخدش حسب الرغبه. ما لقيتيش جبنه بارميجان غاليه، العلبه قد كده بتعمل مبلغ وقدره، هات الجبنه الرومي المعتقه بتاعتنا او المبطرخه وبشريها بشره ناعمه، هتديكي نفس الطعم ونفس الغرض، ودي هتبقى لطيفه وجميله مع صوص بولونيز اللي هو اللحم المفروم. تفاصيل كتيره في الحلقه بتاعت النهارده، وطبعا ما تنسوش السفره دايما ما بتحلاش الا بطبق شوربه حلو او طبق سلطه له قيمه غذائيه. السلطه بتاعت النهارده عروسه السفره اللبناني اسمها تبوله. تبوله ازاي تتعمل وتتحط على اي سفره؟ لازم تقول انا التبوله، ما ينفعش نغير منها، ما ينفعش نستبدل البرغل برز او نستخدم البرغل بفريك. بقدونس، طماطم، بصله ناعمه، بهار حلو، وهو البهار الحلو. التفاصيل بعد الفاصل، اوعوا تروحوا بعيد تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل والعرض الجميل اللي شفناه مع بعض. الفكره في ان احنا بنشوف ايه مشترياتنا، مش لازم اروح السوبر ماركت ايا كان اسمه ايه واحمل العربيه وبمشي ورا العربيه مش شايفه الجيران او اللي ماشيين جنبي، وفي الاخر ما نعرفش نصح. في الاخر العزومه ناقصه حاجه. اول ما تفكري تعملي عزومه المفروض وده الصح ومن الاتيكيت يعني كمان انك تتصل بضيوفك. حابين تتسحروا ايه النهارده؟ اذا هتتعزموا مع السحور. حابين تفطروا ايه النهارده؟ اذا هنعزم على الفطور. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل الفرخه اللي معانا دي طاجن تورلي لطيف وجميل. واكله التورلي دي اكله من الزمن الجميل برضو، مشهوره في بعض كل الدول العربيه، اللي هو اذا كان لحم او دجاج مع تشكيله من الخضار بتخش الفرن. فرخة حسب وزنها يعني وحسب عدد أفراد العيلة، معانا بصل ومعانا ثوم، معانا فلفلة ملونة، معانا كوسة وبسلة وجزر. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي، ولكن في التركية هنا ان انا اتبل الفراخ دي ازاي وتاخد طعم وفي نفس الوقت كمان تبقى باينة في صينية التورلي. هناخد الفرخة الحلوة دي كده، معانا بقى شوية فليفر من الروزماري والزعتر والحاجات دي المفروض في مطبخك لازم تكون متواجدة عشان بتدي فليفر حلو للأكل وبتميز الطبق بتاعك. بنشيل السلسله دي انا مش عايزها، زي الفل، اخليها على جنب كده. واخد الفرخه دي اقطعها على 8 قطع 12 قطعه حسب ما انت حابه، سكينتك تكون حاميه. ناخد ده كده، هي السكينه عارفه ماشيه ازاي اهو، زي الفل. بسكينه تانية كبيره نيجي ده كده قطعه، حلو، وادي كمان قطعه. شوف الفرخة هتملى الحلة دلوقتي اهو، زي الفل. نفس القصة هنا، ناخد كده الدبوس الحلو ده كده، انا بحب الدبوس في الفراخ. ممكن نقطع ده كده على اتنين يبقى زي الفل، اللهم صل على النبي. معانا اهو خروف ضاني متقطع اهو، وادي كمان صدر، هي دي الشطارة. ونيجي هنا كمان، لازم التركايه دي على السكينه. اصبح عندي فراخ زي الفل متقطعه، واشيل دي من هنا خالص مش عايزها. وتعالوا مع بعض نتبل الفرخه الحلوه دي كده، اللهم صل على النبي. شفت الفرخه بقت في قلب البوله ازاي كتير قوي. اول حاجه احط توب ناعم. نصيحه مني طبعا الفراخ تتغسل قبل التقطيع كويس،
يعني الفرخه اشتريها سليمه بتاخديها بتقطعيها وبعدين ما تغسلهاش تاني بعد التقطيع. انا مش مع غسيل الطيور بعد ما نقطعها، بتفقدي جزء كبير من القيمه الغذائيه بتاعتها وبتتبهدل. المفروض تغسليها وهي سليمه، تغسليها بقى بدقيق، تغسليها بشويه ملح، شويه خل، شويه عصير ليمون، دي بتاعتك. طبعا عصير الليمون مع الخل بيخلصنا من الزفاره. ادي فلفل اسود، شويه الملح التمام، البهارات بتاعتنا بابريكا، شويه كزبره، شويه كركم حلوين كده، كركم مفيد بينقي الكبد من الدهون ومغذي جيد جدا للكبد بالذات، شويه زعتر حلوين. كل التوابل دي على الفرخه يا شيف، كل التوابل دي على الفرخه، ونغلفها بشويه زيت. حلوه قوي، اصبحت الفرخه هنا فيها كل التوابل اللي انا عايزها، الزيت ده اللي انا هحمرها بيه. حلوه قوي. التركيه بتاعت المغذي بتقول ايه بقى هنا؟ التوابل دي لما اجي اتبلها للفراخ دلوقتي ممكن تسيب الفراخ وتنزل. نقوم نعمل حركه لطيفه، ايه هي؟ معلقه دقيق صغيره كده على الخلطه دي كلها، معلقه رميه تنزل كده اهو. خلص الكلام، هنتبل دول كلهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، ونمسك الفراخ كده ايه بالشكل ده كده اهو. حلوه قوي. عندنا طاسه شديده الحراره. والله بمناسبه البسكويت وجايه علينا ايام مباركه، ايام كحك العيد، وكحك العيد ده طبعا حاجه متورثه من الاجيال ثم الاجيال، لازم نعمله. فينا نعمل البسكويت الشوفان بطريقه دايت، مفيش مشكله عادي. بتجيب سمن نباتي، شوفان ناعم وشوفان بودر، يعني ايه ناعم وبودر؟ بنجيب الشوفان نطحنه شويه، كوبايه مطحونه مع كوبايه سليمه، بنحط عليهم سمن نباتي ربع كوب، شويه عصير برتقان، شويه بتاع ده سكر، ممكن تستخدم سكر فواكي او معلقه عسل بديله، مفيش اي مشكله. دي طريقه كده يعني ايه سريعه، الفراخ تتحمر بالشكل ده كده اهو. معلقه بيكنج باودر، نخلط كل ده مع بعضه، بندخل العجين ده في الثلاجه. ممكن نستخدم هنا بياض بيض بدل الصفار، يعني ما نستخدمش الصفار، بياض بس، ونعجن العجينه بتاعتنا دي وندخلها جوه الثلاجه. وبعدين نمسكها نقطعها دواير ونحطها في صينيه بورقه زبده، وتبقى زي الفل بسكوته ايه دايت. الفراخ هنا بتاخد اللون او بتاخد البصمه، معايا زعتر مع فلفل ارناؤوطي حلو، والزعتر ده كده في قلبيها، وهنغطيها بس خلاص. اعتقد اللي جاي بعد كده سهل. التركية هنا تتبيله الفراخ، تقطيعتها بالشكل اللي حضراتكم شفتوه ده مهم جدا. تبلناها، حطيناها معلقه الدقيق علشان تدي كريسبي للفراخ بتاعتي وتحافظ على شكلها، واغطيها كده واسيبها. الخضار بتاعنا يا عم الشيف، شويه بسله مع شويه جزر، معايا بطاطس زي الفل، بنحضرها كده ونقطعها على بلانشه تانيه، ده الطبيعي طالما قطعنا فراخ بنستخدم البلانشه بتاعتنا التانيه. وناخد البطاطس دي نقطعها مكعبات مع بسله وجزر، ممكن تحطي بتنجان، ممكن تحطي قرع عسلي، زي ما الخضار اللي موجود عندك في الثلاجه. ما تشوفيش بقى الشيف المغازي مثلا استخدم كوسه وتنزلي وتأجلي الموضوع، ولازم تجيب لي كوسه يا حبيبي عشان الشيف استخدم كوسه، عادي خالص، المطبخ له دستور وله قاعده. اللي موجود عندك في الثلاجه هيأدي الغرض. ده دورنا ان احنا نعلم حضرتك ازاي تقدري تتصرفي في المطبخ. معانا البطاطس اللطيفه دي كده، بنقطعها مكعبات، ترلي يعني تشكيله من الخضار مع لحم او دجاج كله مع بعضه. البعض بيستخدمها ني في ني كله ويدخله الفرن. البطاطس بالشكل ده كده، واعتقد ان الطاجن ده او الاكله دي تكفي العيله واصحاب العيله. الشطاره في انك تتبلي الفرخه كويس وتقطعيها بالطريقه اللي انا قطعتها زي الفل. والحلويات الرمضانيه بقى انا بفضل انك تعمليها في البيت بصراحه. الكنافه، البسبوسه، بلح الشام، اللؤيمات اللي هي العوامات، شويه كمان الجلاش عندك ممكن تقدري تعمليه بكذا طريقه. الحاجات دي كلها بتبقى ايه سهله. نبص على الفرخه كده اخبارها ايه،
نتقلبها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. مهم جدا وانت بتحمري الفراخ دي تاخد لون. بص عليها كده مع بعض، ايه الحلاوه دي؟ طب اللون ده جه بسرعه منين يا شيف؟ ده انا بقعد اقلب في الفراخ وديت توجعني من التقليب. معلقه الدقيق يا اختي اللي انا حطيتها مع تتبيله الفراخ ادتني البصمه بتاعتها دي كده، شفت الدبوس احمر ازاي؟ شفت اللون والتغييره دي مطلوبه. حلو قوي. زي الفل. وكمان نغطيها مع بعض، يعني ممكن نغطيها ممكن نغطيها بالشكل ده كده زي الفل. شويه كمان على الفراخ ما تتقرمش معايا. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل التبوله. مقاديرها معايا جاهزه، مش هتاخد مني وقت. تبوله برغل ناعم، بقدونس مفروم، طماطم. لما اقول مفروم يعني متقطعه، معلش عشان المعنى اللغوي شويه حضراتكم تبقوا عارفينه. بقدونس مفروم ناعم، والشطاره في انك تفرم البقدونس بالسكينه مش في المفرمه ولا حاجه عشان تحافظ على الورق اللي موجود فيه. وطماطم متقطعه مفرومه ناعم، والبصلايه اللي هتتخلط بالبهار الحلو اللي هنعرف تفاصيله. التبوله يا اختي ما تاخدش توم من فضلك، التبوله يا اختي ما تاخدش خيار من فضلك، التبوله يا اختي ما تتبلش بلا بكمون ولا بكزبره. المقادير على الشاشه، بقدونس مفروم، طماطم متقطعه ناعم كريهات صغيره بعد ما نشيل قلبها عشان الميه اللي جوه الطماطم بتخلي التبوله مصيصه، برغل اتغسل مره واثنين وثلاثه صفناه من الميه ومنقوع عندنا، البهار الحلو اللي هو اساس عمل التبوله. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي سريعا. اول حاجه كده بجيب بايركس كبير او ازازه كبيره زي دي كده، اعتقد بطبق التبوله اللي على السفره مع شوية سمبوسة تبقى كده السفرة مكتملة، تقول انك انت شاطرة. ادي البصلاية الناعمة دي الاساس اهيت، بصلاية مفرومة كده ناعمة بالشكل ده كده صغيرة. التركاية بقى بتاعت التبولة بهار حلو. لما اقول بهار حلو يعني كوبيبة صيني. عرفت ايه هو البهار الحلو؟ اللي هي الكوبيبة الصيني بتشتريها من عند العطار، بيسموها في الدول العربية بهار حلو. اخواننا اللبنانيين اللي هم شطار في عمل التبوله والفتوش والسوريين كمان يسموا الكوبيبه الصيني بهار حلو. احنا عند العطار هنا في وسط البلد اسمها كوبيبه صيني. سقطها كده على البصلايه، وبايدك لا معلقه ولا بشوكه، تمسكي البصلايه كده تفركيها جامد بالايه؟ بالبهار الحلو. دي الاساس بتاع التبوله اهو، الفركه دي مهمه جدا. اصبح ان البصله هنا ملهاش اي ريحه. التركايه والتفاصيل اللي بقولها دي مهمه جدا لعمل التبوله، عشان احنا بنأذي التبوله. في سلطات ما ينفعش ان احنا نغير من مسارها، نغير من شكلها، لان لازم على السفره نقول اول ما نشوفها نقول دي تبوله. هنحط على البصلايه الناعمه دي عصير ليمون بكثافه كده، مفيش مشكله. التبوله تحب عصير الليمون وزيت زيتون. حلو قوي. يبقى تبوله يعني بصلة ناعمة، يعني بهار حلو، يعني عصير حامض، يعني زيت زيتون، وشوية الملح الحلوين بإيدك كده، والملح ده اختياري. أصبح إن الخلطة دي جاهزة بتاعت التبولة. خلاص دي التبولة، التتبيلة بتاعتها دي اللي يهمني على فكرة. ولكن البقدونس مع النعناع الأخضر مع الطماطم المفرومة مع الخس البلدي بتاعنا الجرنش بتاع التبولة ده مهم جدا. زي الفل كده، دول مع بعض هنسلم خليهم كده على جنب، عينيا الاثنين، ونشوف بقى ازاي نقفل التبوله مع بعض. بنجيب بوله زي دي كده، بناخد الطماطم دي ننزل بقى هنا، ونخلي شويه نجرنش بيهم طبق التبوله، ننزل بالبقدونس على الطماطم. اتعلمي تعملي التبوله ازاي؟ جوزك بيسافر من هواة السفر، بيروح على لبنان، بيروح على سوريا، بيروح على الدول العربية، تحية كبيرة لكل الجميع. عايز يرجع ياكل التبولة اللي أكلها في المطعم الفلاني. ننزل بالبرغل، من فضلك برغل، بلاش تقولي بقى رز واخترع، أهو برغل زي الفل تمام. ننزل بالخلطة بتاعتنا اللطيفة دي كده أهي، دي مهمة جدا أهو أهو. ودي يا ريت قبل الأذان مباشرة، يفضل خلط التبولة بالتتبيلة بتاعتها قبل الأذان مباشرة. هنعمل إيه يا عم الشيف؟ هنقلب كل ده مع بعضه.
تسيبونا اقلبها كويس بقى ونغرفها مع بعض بعد الفاصل، ايه رايكم؟ عشان نكسب وقت اهي. دي قبل الاذان مباشره، جوزك اتصل وقال لك انا جاي في الطريق او المغرب فاضل له 5 دقائق تبداي تتبيلي التبوله دي. استاذن حضراتكم ناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع لعروسه المطبخ اللبناني، عروسه المطبخ الشامي التبوله. معانا طاجن تورلي بالدجاج النهارده يكفي العيله واصحاب العيله، صينيه كنافه بالجبنه النابلسيه هتكسر الدنيا، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل والتفاصيل الصغيره يعني معنى كبير وطعم جديد. التبوله لما تاخد اصولها في التتبيله بالشكل ده كده اهي، نازله مبسوطه على الخس الكابوتشا. بصراحه هي عدلها مش خس كابوتشا عشان نبقوا صادقين مع بعض، هي عايزه خس بلدي بتاعنا والبلدي يوكل. برغل، بقدونس، ورق النعناع الاخضر. لما تيجي تفرم النعناع على التبوله او الفتوش من فضلك شيل العرق الاخضر او العرق بتاع النعناع عشان ده ما ينفعش نحطه في السلطه ايا كانت هي، عشان ده في الاخر بيمرر لنا السلطه بتاعتنا. الجرنش بتاعنا شويه طماطم كده، بعض المطاعم بتجيب الاطباق اللي هي الاوفال الفخار بتبقى لطيفه، يحطوا الخس، طماطميه. عروسه فعلا، هي عروسه السفره اللبنانيه كده. السلطه جاهزه، تعالوا نشوف اخبار التورلي ايه. حلوه تورلي معانا. طبعا يفضل السلطه دي للامانه قبل الاذان مباشره. ادي الفراخ بتاعتنا استوت زي الفل، نبص عليها كده ونقلبها مع بعض. وايه اخبار الدنيا؟ اللهم صل على النبي. هو ده، شفت الفراخ استوت والله. وانا على ما عملت التبوله كانت استوت. جيب لي التفاصيل الصغيره للفراخ دي مخرجنا الجميل المبدع. يا فاروق. البطاطس معانا، شوفي بقى التركايه دي، فص التوم الني ده. اوبا، هو ده. ناخد البطاطس دي ننزل بيها. حلو، معانا كوسه، جزر، قرع عسلي حبه، بسله. وعلى فكره البسله مفيده جدا، غنيه بالبوتاسيوم خاصة للأمهات والسيدات الحوامل، مفيدة جدا، تغذي الجنينة وهو داخل بطن أمه. الجزر، العود الروزماري ده، كل ده مع بعضه. عايزة التورلي بلونه الطبيعي، مش عايزاه بالطماطم، ما تحطش طماطم، ده اختياري حسب الرغبة. عدل التورلي ده يا مغازي شوية رز بالشعرية. معانا جاهز، وانتوا شطار في عمايله. رز بالشعرية يعني فصين حبهان، ورقتين لورو، تحمير شوية شعرية حلوين. أنا بحب الرز الشعرية أكتر من الرز. الله، عندك شوربة فراخ اعملي بيها، عندك شوربة لحمة في التلاجة اعملي بيها حسب الرغبة. طاجن التورلي في قلب الحلة بيتكلم مصري، مش لازم لحمة ضاني. وعملنا السفرة بتاعتنا، وعملنا الوليمة بتاعتنا، وعملنا العزومة بتاعتنا. فرخة قطعناها تقريبا لعشر قطع، يعني تقريبا تكفي 10 أفراد وأكتر كمان. أنا من الناس اللي هاكل الخضار واسيب الفراخ للضيوف، لأن الخضار هنا من جور السعيد يسعد، أخد طعم الفراخ. نروع على البوتاجاز عشان الصورة تطلع حلوة. معانا شوية صوص طماطم بنسقطهم كده على التورلي، أو قطعي طماطم سليمة حسب الرغبة، ده اختياري. أنا هحط معلقتين طماطم كده. حلو، ونغطي الحلة دي ونسيبها تعيش مع نفسها بقى. حلو، الطايم اللي باقي لنا تقريبا نص ساعة. لا للأمانة والله، شفت أنا بعمل إيه؟ بتصرف هنا انا، وانا ببص ورايا ليه شويه طماطم باقيين من التبوله. انا عايزك في المطبخ شطوره كده زيي اهو، ما عملتش حاجه انا ارميها، لا طماطم في طريقها وعلى الشاشه بتصرف تلقائي.
دي طماطم مفرومه من التبوله، بايه من التبوله. عندي ميه بتغلي على النار او بوكيه جرنيه عادي اهو، واغطيها واسيبها تكتك على النار يا فاروق. بس خلاص اهو، اغطيها مش هقلبها، زي ما هي كده بتفاصيلها. وتعالوا نعمل طبق مكرونه سريعا كده، مكرونه مع البولونيز صوص. ايه هو البولونيز صوص ده؟ يعني لحمه مفرومه على النار، حلو. اللحمه المفرومه دي بتاخد بصله وتومه زي الفل، وكمان شويه زعتر حلوين، شويه ريحان متقطعين اخضر حلوين، طماطم مفرومه في الخلاط، ونسيبها تغلي على النار تتسبك. اخواننا الطليانه يحبوا يجودوا شويه، فبيعملوه من اللحم الضاني واللحم الكندوز الهبره الابيض، لازم نوعين من اللحم اهو. ده كده البولونيز جاهز، اسيبه على النار يغلي على المكرونه بتاعتي ما تكون استوت، ونشوف هنغرفه ازاي مع بعض. في طريقتين، يا اما نخلط البولونيز بالاسباجيتي، يا اما نغرف الاسباجيتي في الطبق ونحط عليه البولونيز والجبنه البرميجان المبشوره وتتقدم جنبه. حلو الكلام. شويه الملح في قلب الميه المغليه مع شويه زيت زيتون. سلقنا المكرونه بتاعتنا، حلو. المكرونه دايما تنزل في ماء مغلي علشان ما تتكسرش منك ولا تعجن منك. اللهم صل على النبي. تعالوا مع بعض نشوف مقادير الكنافه النابلسيه تتعمل ازاي. حلو قوي. ملاحظين حاجه؟ ان انا سبت الكنافه للاخر كده، اعملها على مزاج رايق علشان ريحه البصل والثوم، وتعقمي الكاونتر بتاعك او الترابيزه اللي انت شغاله عليها او الرخامه في المطبخ اللي انت شغاله عليها بشويه ميه زهر. خليكي زي الحلوانيه كده، الحلواني لازم عنده ميه الزهر دي في ايده على طول. وتخش مطبخ الحلويات تشم ريحه ميه الزهر من على اول الشارع. اهي ميه الزهر اهي. هنعمل زيهم كده، واللي بنى مصر في الاصل حلواني، دي ميه زهر اهو. هشتغل انا على الكاونتر ده اهو كده، انا عقمته، لا ريحه بصل ولا ريحه ثوم. معانا كنافه، معانا جبنه، يا اما جبنه عكاوي يا اما جبنه شيدر عينيه. حاضر، بس اروق الكاونتر بتاعي كده، ومنديل ورق كده. دي اهم نقطه، خلي بالك، لان الحلويات زي الكنافه زي البسبوسه اول ما تشم ريحه الثوم ولا البصل ولا السكينه بتزعلي طبعا، لانك بتبقي مكلفه سمنه بلدي وكنافه وكل حاجه دي كده زي كده تكون انت بدون قصد حتى الثوم على الكاونتر على الرخامه، قشرتي ثوم، سبتي قشر بصل، وهكذا. حلو الكلام كده. انا جاهز للحلويات. نبص على التورلي بتاعنا اخباره ايه. جيب لي التفاصيل بقى وجيب لي الحلاوه دي. نقلبه. الله الله. فراخ فين؟ اهي. البسله فين؟ اهي. الجزر فين؟ طاجن تورلي لطيف وجميل. حطيه بقى في الطاجن الفخار اللي عندك اللي بتعملي فيه الرز المعمر او الصينيه الكبيره بتاعت العيله، ودخليه الفرن ياخد وش بمعلقه سمنه بلدي على الوش كده اللي جايباها حماتك اخر الاسبوع. عملتي طاجن تورلي محدش اكله قبل كده غير من ايدك انت. نغطيه، هنسيبه قدام حضراتكم كده. البولونيز بتاعنا على النار، اللي هي اللحمه المفرومه مع البقدونس او الريحان الاخضر مع البصله الناعمه. البولونيز يحب الفلفل الاسود المجروش، والمكرونه بتاعتي بتغلى على النار. خلص كده الفلفل الاسود، نقلبها تقليبه ونرجع لموضوعنا الكنافه النابلسيه. حلوه. بنجيب الخلاط او الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي عايزه شويه شغل وعايزه تركيز شويه، عشان انك تعملها في البيت ده مجهود،
وحب. إن ست البيت تعمل حلو صعب شوية، معروف في بعض المطاعم، بيبقى ده صعب جدا. ليه؟ إحنا متعودين ناكله بره بالشكل ده وبالطعم ده، فإن إحنا نعمله في البيت بتبقى المهمة صعبة شوية. الكنافة بتاعتنا بنسيبها متعرضة للهواء كده عشان عايز أكسرها شوية أهي. الكنافة دي، الحلاوة دي، الشقاوة دي أهي، باخدها بحطها في الكبة. خلي بالك عشان السكينة تبقى معانا بالشكل ده كده. ونفرمها كده شوية. خلص الكلام ده اللي انا عايزه. هنشيل الكنافه من هنا. سر الكنافه مش في شراء الكنافه. بنشتري الكيلو الكنافه من بعض المطاعم باسعار باهظه بجد. يقول لك كنافه بالتمر، كنافه بالمانجا، كنافه بالفراوله. الكنافه هي سمنه بلدي يا اخوانا وحشو. انا بضربها في الخلاط بكسرها. هو الخلاط افضل، ولو هي ناشفه وطالعه من الديب فريزر ممكن بايدينا عادي. سؤال حلو قوي جه. بقت الكنافه جاهزه عندك. هناخد شويه كمان صغيرين بالامانه بالشكل ده كده. لازم تعملها في البيت دي على فكره، وهتعجب جوزك قوي على فكره، لان هو برضو عايز ياكل حاجه من ايدك حلوه في رمضان. مش كل يوم يا حبيبي وانت جاي هات لنا بوله كنافه بالمانجا من عند المحل الفلاني. طب تخلوني يعني صوت الخلاط مزعج وانا بحبكم، خلونا نعيش مع الخلاط. بتستاهلوا الحب ده. هنطلع فاصل صغير ومش هنعمل اي حاجه غير مع حضراتكم. هتروحوا بعيد تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره لعمل الكنافة بالجبنة. بعد يقول لك مغازي، نعم يا باشا، نعم يا ست الكل، نعم يا أمي، نعم يا أختي، نعم يا زوجتي العزيزة. الكنافة إزاي بتبقى سايحة تحت الكنافة، تحت سوري الجبنة بتبقى سايحة إزاي تحت الكنافة. بتجيبي صينية زي دي كده، بتتينيها سمنة حلوة بالشكل ده كده أهو حلو. وعايزه الكنافه تتحمر معاك بسرعه. قولي بسرك كده صلي على الحبيب قلبك يطيب. معاك شويه سكر بودر. مع السمنه البلدي اللي هحطها دلوقتي. سكر البودر على الكنافه في حاله التقليب وفي حاله التحمير يسرع من تحميرها. خلص الكلام. نضغط عليها بالراحة كده. البصمة دي اسمها كنافة بصمة. تبقى رؤيها كده تقريبا بتعمل 5 ملي. ناخد الشوية الناعمين دول زي الفل ونشيل ده من هنا مش عايزينه. حلو قوي. معانا شوية سمن بلدي على طاسة شديدة الحرارة. خلي دي كده هنا، ده مهم جدا على فكرة. واسق الكنافة دي يا عم الشيف شوية سمنة بسرعة كده. تمام. ونسيب السمنة دي تسيح شوية. النار دي بتنطفي ليه مش عارف. تمام. على السمنه بتسيح معايا. انا عايز الشغل كله يطلع في واحد في وقت واحد. تعالوا نغرف مع بعض المكرونه بتاعتنا. الضغطه دي مطلوبه. جماعه الحلوانيه بقى اللي هم مشهورين بالكنافه، يجيب لك صدر كنافه اصغر بالتاني ويضغط عليه كده ويقوم يقف يمشي عليه والجو ده كده. انت بايدك اهو زي الفل.
او بطبق اوفال عادي اصغر من الصينيه واضغط عليها. الحركه دي مطلوب. تفاصيل صغيره، معاني كبيره، وطعم جديد. خلي بالك اهم حاجه الصينيه تكون انت دهناها سمنه كتير من تحت. حلوه قوي. انا هاخدها زي ما هي كده ونشيل ده من هنا ونحطها هنا. الله عليك يا عم الشيف. وتعالوا مع بعض نغرف الترل بتاعنا. اللهم صل على النبي. ده مهم. طيب نحطها هنا. ده الترلي هنخليه هنا عشان نغرفه مع بعض. شفتوا انا حاطط الكنافه فين؟ على النار، ومن وقت تاني نقلب كده. دي الكنافه ونحط عليها السمنه البلدي. شفت الحركه دي مطلوبه اهي 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 اهي. فين الجبنه؟ حالا دلوقتي. زي الفل. تمام. ناخد الطور اللي بتاعنا نغرفه في طاجن. وعينك على الكنافه من وقت للتاني تلفيها زي ما انا شغال كده اهو. حلو. تقوم النار تتوزع تحت منها، تاخد البصمه، تاخد اللون، عشان احنا هنحط الجبنه دلوقتي على الوش، وبصمه الكنافه هي اللي هتبان من فوق. الله على الترلي، الله على الترلي وجمال الترلي. الله. لا ابدا، تعبانين عليهم دول. خلونا نجيب المناديل دي كده. اللهم صل على النبي. التقديم مهم جدا، والبرزنتيشن مطلوب في الطاجن الحلو ده، الفخار ده. وعلى فكره الطواجن الفخار اشكالها كتيره قوي عند اخواننا بتوع الفخار، فمن مصروف البيت كده وفري وهاتي الحاجات الحلوه دي كده، بتساعدك في انك تعملي حاجه حلوه، وبتشجعك تقف في المطبخ تعملي حاجه حلوه. أرض الأرنوتي ده كده على الوش، لا لحمة ضاني بقى ولا كندوز ولا إيه، الديك الرومي لازم يعني نصرف قد كده. طب بالله عليك حطي ده كده قدام السفرة مع رز بشعرية لضيوفك، ودايما البساطة هي اللي بتبقى إيه، واخدة الكفة الربحانة في كل حاجة. بسيطة في مقابلتك للناس، تلقائية السفرة بتاعتك، تبقى حاجة حلوة أوي. البهرجة أنا مش بحبها. حلوة أوي. خلصنا كده الترلي. تعالوا نغرف البولونيز بتاعنا، برضو وإحنا شغالين بنعمل الحركة دي. وإحنا شغالين بنعمل الحركة دي كده أهو 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 على النار. الكنافة بتحمر تحت والسمنة بتسيح. وأنا شغال، دي مهمة جدا على فكرة. على عين البوتاجاز. زي ما أنا شغال. تعالوا نغرف المكرونة بتاعتنا في السرفيز الحلو ده كده. المكرونه جاهزه مسلوقه في ميه بزيت زيتون زي ما هي كده. اوعي تغسليها، من الاخطاء الشائعه ان احنا بنسلق المكرونه وبعد ما بنسلقها بنغسلها. ازعل. اللهم صل على النبي. خلصت المكرونه، معانا البولونيز صوص. ينزل على وش المكرونه. يا ويلي على الطبق ده. روح اكليه كده في مطعم، اطلبيه في مطعم طلياني هتدفعي فيه مبلغ وقدره. بس كفايه. خلي البولونيز ده تعملي شويه مسقعه بيه، تعملي بيه شويه لازانيا، الجبنه البرمجان اهي ده اختياري، ممكن تحطيها حسب اللي حابب يعني. طبق مكرونه اهوت، فكري بس تاكليه بره بنفس الطعم ده، هتدعي لي بالامانه. شويه ريحان تاتش كده، خلص الكلام. هما بقى بيحطوا لك شويه طماطم شيري، تلاقي شويه سباركوس كده عودين، حاجات كده تفاريحي تدفعي فيها مبلغ وقدره. نرجع للكنافه بتاعتنا. بتجيب طاسه كده على النار عشان نشوف موضوع الجبنه ده الشيف هيتعامل معاها ازاي. ونحط الطاسه دي يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. ومعانا من السميت معلقه. بس انا عايز اوري لحضراتكم الفكره، يعني لو ما كملناش النهارده احنا مع بعض بكره. احنا هنروح من بعض فين؟ كل يوم مع بعض.
طاسة على النار بحط فيها شوية سميد، دول كفاية. أنا عايز أعمل الجبنة بتاعت الكنافة، معلقة سمنة حلوة. تسلم إيدك يا شيف، وحمر السميد ده في السمنة. خد التركاية مني بقى لعمل كنافة بالجبنة، وفي نفس الوقت أنا بقلب أهو. أه سخنت في إيديا مفيش مشكلة. أه حلو، بس السميدة مع السمنة تسيح. شيل دي من هنا عشان الصورة، واحنا مع بعض واحدة واحدة. يلا معانا شربات، يا شربطة أو عسل، بنحط منه شوية كده ونقلب. أنا هخلص دلوقتي متقلقوش. وهحمر الكنافة كده. ساحة السمنة مع السميتة مع الشربات، نغذيها بشوية مية زهر. دي الجبنة. بس خلاص هناخد دول يا عم الشيف، ومعانا الجبنة بتاعتنا الجميلة اهي. ننزل بالجبنة دي على الخليط ده. دي التركاية هنا بقى عشان الجبنة تشد معاكي. سميتة ناعمة، سمنة بلدي، شوية شربات، مية زهر. سميتة ناعمة، شوية سمنة بلدي، شوية مية زهر. شفت القوام ده كده؟ ننزل بالجبنة. لا الجبنة تقطع معاكي ولا تفرط منك. ساحة الجبنة. نقلب. عينيا حاضر. ولفة للكنافة، انت ابن حلال والله يا فاروق. شوف الجبنة اهي، حاجة بسيطة خالص اهي. حلو. هناخد الجبنة دي يا عم الشيف زي ما هي كده، هوريكي بس الايه الخيوط الحريريه اللي بتشوفيها في بعض المحلات، ويعمل لك شو وما احناش عارفينها جبنه ايه. انت على الاقل هنا مستخدمه سمنه حلوه، انت عاملاها بايدك، بصمات الحب طالعه من بين اصابع ايدك، الشجاعه انك تخش المطبخ تعملي حلو معروف في بعض المطاعم طالع من بين ايدك. المفروض ان هي تتحمر من تحت من وقت للتاني. شفت الجبنه اهي. اوعى تحط الجبنه لوحدها، لازم سميته ناعمه معلقتين، سمنه بلدي معلقتين، شويه شربطه، شويه ميه زهر. يا شربطه، ادي الجبنه محتاجه لشويه شربات كمان. بس خلاص الشربات اللي هو شربات البسبوسه او شربات الكنافه او بلح الشام زي ما انت عايز. السميت هنا بقى مع الشربات بيعمل عمليه توازن مع الجبنه، وهتديكي دلوقتي الشكل القوامي المطاطي بتاعنا. ونقلب من وقت للتاني. ناخد الجبنه زي ما هي كده. شفت الجبنه اهي 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 على النار اهي. احنا معانا وقت قد ايه يا شباب؟ انا بس عايز التفاصيل الصغيره دي للساده المشاهدين. الله عليك والله انت ابن حلال. خلونا نقدمها كده مع بعض. بجد اعمليها، جربي انك تخش المطبخ تعمليها، سهله خالص اهي. بس من وقت للتاني لف الكنافه، اوعى تنسيها، عندك بيبي صغير ربنا يخليهولك، جاتلك الناس المعزومين على الفطار اتشغلت معاهم، دي مهمه جدا على فكره. عينيا حاضر. انا بس عايز اشوف قوام الجبنه للساده المشاهدين. بصي اهي بدات تشد اهي 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 اهي. هنحطها على الكنافه كده يا ويلي، ونوزعها بالراحه. وهي سخنه يتوزع، وهي سخنه وهي على النار. وانا معاكم اهو. تعملي بقى في الشربطه وتحطيها كده، في الشربطه وتحطها كده، في الشربطه وتحطها كده، لغايه لما ايه تتوزع على الصينيه بتاعتك. في الشربطه وتحطها كده اهو اهو اهو. شفت الكنافه بالجبنه بتتعمل ازاي؟ في الشربطه وتحطها كده، في الشربطه وتحطها كده. وزعنا الجبنه على الكنافه. ده سهله خالص يا مغازل، ده انا فاكره الموضوع صعب. لا اسهل من كده مفيش. وخلي بالك الشربات هو اللي هيسلك لك الاسباتيولا بتاعتك دي وانت بتشتغلي في الجبنه. زي الفل. نلفها كمان لفه ونيجي نقلبها مع بعض. مع بعض واحده واحده. يا رب احمرت ولا لسه؟ فسامحوني إذا هي لسه ما احمرتش جامد، هي محتاجة شوية نار عشان نبقى واضحين مع بعض. اللهم صل على النبي. إذا احنا متفقين على ايه؟
صلى على الحبيب قلبك يطيب. متفقين ان هي عايزه الوقت بتاعنا خلص، هي عايزه تلفيها على عين البوتاجاز شويه لغايه لما الكنافه تتحمر تبقى زي الشعريه وتتقلب كده. اه واحنا مع بعض نشيل دي من هنا عشان النجم الكبير ده يتحط هنا. اه نصلي على الحبيب قلبك يطيب. اه بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الافكار دي يا ابو غازي؟ ربنا يبارك لك يا ابو غازي. ادي الكنافه، احنا اتفقنا قلنا ايه؟ دي عايزه تتحمر شويه، حلو الكلام، وتاخد وقتها على النار. ننزل عليها بالشربات، والشربات ده برضو اختياري. يعني ايه اختياري؟ دايما بتوع الحلويات بيديك الشربات ده جانب الكنافه. اه سبع الصوت ده. اه اه اقرب شويه. اه يا ويلي، هو ده. ادي صينيه كنافه بالجبنه، والمفروض هي تتحط على النار شويه كمان، بس معايا مخرج شاطر بيقول لي وقتك خلص وانا لازم احترم الشغل واطلع. هو ده. ممكن تزينها بشويه فستق زي ما انت عايزه حسب الرغبه. مطبخنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. قدرنا نعمل طاجن تورلي لطيف وجميل، رز بشعريه، سلطه التبوله، كمان المكرونه النابلسيه. كل الكلام ده بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.